اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناه اتش تي ام فوتوغرافي. فيديو النهارده هنتكلم على 3 4 حاجات مهمين جدا في الكاميرا السوني A74. لو عدلناهم في الاعدادات بتاعتنا هنلاقي فرق كبير في اداء الكاميرا وهنلاقي التصوير بقى اسهل شويه. طيب اول نقطه هنتكلم فيها يا جماعه النهارده هو الحراره او الاوفر هيتنج، خصوصا للي بيصور فيديو وبيصور على 4K و10 بت وفجأة كده بعد 15 او 20 دقيقة حصل انه الكاميرا وقفت التسجيل لوحدها وطلعت مسج اوفر هيتنج او علامة الاوفر هيتنج، مشكلة كبيرة بالنسبة للمصور. فهنا بيفتكر انه الكاميرا دي فيها حرارة وانها خربانة او ملاش حل. لا، ليها حل. الحل من الاعدادات. تعالوا مع بعض دلوقتي ندخل على المنيو ونشوف هنحل المشكلة دي ازاي. طيب هندخل على المنيو وبعد كده نروح على اخر صفحة اللي لونها اصفر اللي هي السيت اب، وبعدين ندخل على الباور سيتنج اوبشن، ندخل عليها جوه، هننزل على اخر حاجة اللي هي اوتو باور اوف تمب اللي هو تمبريتشر، نفتحها هتلاقيها ستاندرد عندك، انزل اعملها على هاي ودوس اوكي. كده مش هتواجهك اي مشكلة في الحرارة بعد كده. تاني نقطة هنتكلم فيها النهاردة يا جماعة، وهو ان بعض المصورين لما بيجي يصور باي كاميرا بقى مش بس السوني A74 بيلاقي ان الصورة اللي اخدها معوجة، يا اما يمين يا اما شمال، في حاجة غلط، الافق مش مظبوط. فبدل ما تخسر من الصورة وتيجي تعمل كروب عشان تظبط الصورة في الايديتنج، فأكيد لما تعمل التعديل أو الكروب ده هتخسر من الكادر بتاع الصورة. فعلشان ما تتعرضش للموضوع ده أو تظبط الأفق كويس جدا بحيث إن الصورة تكون مظبوطة، فعل الجريد الشبكة اللي جوه الكاميرا، وفي كذا شكل من الشبكة دي، وانا افضل الرول اوف ثيرد جريد. تعالوا نشوف هنفعل الشبكة دي ازاي. طبعا الشبكة دي بتسهل لك، بتبقى عارف الافق بتاعك واضح قدامك سواء من الفيو فايندر او من اللايف فيو، بيبقى واضح قدامك. ولو مثلا بتصور سما مع والارض وفي شخصيه، فبتبقى واضحه بالخطوط ان السما حدودها هنا ومش معوجه ولا مايله. فمهمه بدل ما تشغل الميزان اللي هو الاخضر، لا الشبكه بتبقى افضل عشان كمان تعرف تحط السبجكت بتاعك فين. لما بتشغل الشبكه اللي هي بتاعه الرول اوف ثيرد دي، انت بتحط السبجكت في تقاطع معين في الاربع نقاط اللي في الشبكة، يمين فوق يمين تحت، يشمال فوق يشمال تحت. فدي بتسهل لك اولا انك تظبط التكوين في الصورة، وبتسهل لك كمان انك تعرف الافق بتاعك مظبوط ولا مش مظبوط. تعالوا ندخل على المنيو ونشوف هنعدل او نفعل الشبكة دي ازاي. بندخل على المنيو وبعدين ننزل على الشوتينج وبعدين نروح على شوتينج ديسبلاي النقطة رقم 11، ندخل جواها جريد لاين ديسبلاي، هتلاقيها عندك اوف، هتعملها على اون، وبعدين تروح على الجريد لاين تايب وتختار رول اوف ثيرد جريد او سكوير، هتبقى مربعات. انا مختارها الرول اوف ثيرد، هي دي افضل حاجة واسهل حاجة، حتى بتساعد في التكوين انك تظبط التكوين. تالت نقطة يا جماعة عايز اقول لكم عليها، لما تيجي تصورت بالميموري، وفي ناس يعني لما بتصور خلاص بتحط الصور على اللابتوب، وبعد ما تخلص نقل الفايلات على اللابتوب او على اكسترنال هارد درايف بتمسح الصور من على الميموري وبتستخدمها على طول في او تفرمت الميموري من على اللابتوب وبعدين تستعملها تاني في سيشن تاني. ما تعملش فورمات ابدا من اللابتوب،
خصوصا كمان لو ميموري جديدة أول مرة تستعملها، عندك كاميرتين ثلاثة ونفس الميموري بتستعملها في كل كاميرا، ما تعملش الفورمات من اللابتوب، اعمل الفورمات من الكاميرا نفسها قبل التصوير مباشرة. يعني هصور بالسوني، أحط الميموري وأعمل لها فورمات من الكاميرا، مهم جدا، بدل ما تقعد تصور 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 وتيجي في الآخر تلاقي الصور بتتعرض في الكاميرا، أخدها على اللابتوب ما بتتعرضش، مش لاقي الصور. فدي بيبقى مشكلة حصلت بأنك لأنك أنت ما عملتش الفورمات من نفس الكاميرا اللي صورت عليها. تعالوا دلوقتي ندخل على المينيو ونشوف هنعمل الفورمات ده من فين. بنروح على المينيو وبعد كده ننزل على الشوتينج، ومن الشوتينج ندخل على الميديا اللي هي تاني حاجة. بعد كده أول حاجة هتجيلك الفورمات، هندوس عليها هيقول لك هنا انك انت حاطط الميموري في السلوت 1 وبتدوس اوكي وبعدين تدوس انتر، بيعمل فورماتنج للميموري كارد. كده مسحنا كل حاجة من على الميموري كارد. النقطة الرابعة يا جماعة وهي البرايتنس بتاع السكرين، خصوصا لو بتصور فيديو في الشمس برا او الدور. ده حصل معايا في السيشن الاخير ان انا ما كنتش شايف، بجد ما كنتش شايف، الشمس كانت قدامي ومش شايف، مش شايف انا بصور ايه، شايف يعني كاني بحسس. فكانت سيئه جدا. دخلت على الاعدادات علشان اظبط البرايتنس بتاع الشاشه، فعملته مانيوالي على اعلى حاجه، بقت الرؤيه يعني نوعا ما نوعا ما قدرت اشوف. لكن اكتشفت بقى ان في اوبشن جميل جدا لما تكون بتصور في الشمس، تختار انت هتصور في الساني داي، هتلاقي برايتنس مش طبيعي في الشاشه. تعالوا ندخل على المنيو ونشوف الاعدادات اللي هنعدل بيها الساني داي ده ونخلي برايتنس بتاع الشاشه قوي جدا. اكيد ده هياثر على البطاريه ولكن لا غنى عنه في الشمس. بندخل على المنيو وبعد كده بننزل تحت خالص على السيت اب، وبنروح على فايندر والمونيتور. ندخل جواها هنلاقي هنا المونيتور برايتنس، ندخل جواها يا اما هتلاقيها مانيوال، بلاش المانيوال، انا كنت فاكر ان هي بس المانيوال، هتختار ساني ويذر. كده انت اخترت اعلى برايتنس للشاشه. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستفدتم من الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعم بلايك للفيديو. اي استفسارات ارجعوا لي على طول على اليوتيوب او انستجرام او فيسبوك، هتلاقوا حساباتي كلها موجودة اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.